يا جماعة، اليوم جينا وصلنا أحد الطرف في أرمينيا، الخالة سوزان. طبعا هاي زبونتنا، كل ما يجيب السواح هنا يأخذ منها فواخر وجب. اليوم راح أشوف لكم شيء غريب. هنا أنا مسوي غسيل، أنا عبالي وصل شيء غاسلة، لكن بصراحة هذا مو غسيل. قمر الدين، سامعين عن القمر الدين؟ هذا قمر الدين. هسه خالة سوزان جينا شوف ايش كبرها. لا تقدرش تنسوها. ليش تقدر هذا السرعة؟ أنا مين؟ متر وفد 20 سنتي، يعني قمر الدين مار رمان. اوكي؟ إذا يعجبكم هذا الشيء، من توصل أرمينيا؟ اتصلوا مرة في مار جوا الفيديو، أسفل الفيديو. أصلحكم إلى هذا المكان، أو أنا أجيبكم أو أنتزلكم مرشد سياحي معاكم. أوكي؟ وين؟ غلط. وبالنسبة للسعر، المرة تكون 8000 درام، 8000 درام هذا باعتبار تقريبا حسب سعرها اليوم 20 دولار. متر في 75 سنتيمتر. أوكي؟ تقدروا تفصلوا منه الجاكيت أو قميص أيضا. القمر الدين اللي شفناه قبل قليل شوفت لكم اياه متر ونص بمدري بثلاث امتار ما اعرف اربعه بخمسه، هذا هنا اسلوب تحضير امامنا. احنا اليوم 23 اوغست من عام 2022، ان بقيت لنا الخاله هنا شجره مشمش. هذا شجره خاص للسواح اللي نصطحبهم هنا يجون حتى يتذوقون المشمش من الشجرة مباشرة. هذه أنا راح أكلها نيابة عنكم. هذا أيضا قمر الدين، هذا مع المشمش اللي شفناه قبل شوي كان رمان، هذا مع المشمش. طبعا كل الفواكه يعملون منه القمر الدين. مزارع الحلب في هضبة قرارات، توقفنا مع السواح راح نقل قطعات بسيطة من أشجار أو مزارع. هذا العنب بعد صغير وما مستوي، وهذه مزارع العنب أمامنا هذا الشكل، أشجار صغيرة وأنواع مختلفة من العنب، هشكل شكل خطوط. هذا نوع آخر من العنب. جبال أرارات أمامنا بقمتيها ماشيش وقمة شيش. اليوم وصلنا يم أشجار الكرز، راح نصوركم ثلاث أنواع من الكرز في أرمينيا. الأصفر والأسود وهذا اللون الآخر الخليط، أصفر مع أحمر. والأشجار هذا الشجر اللي يحمل الكرز الأصفر، هذا هنا الشجرة التي تحمل الكرز الأسود. يوسف وين هذا اللون الآخر الشجرة؟ هذا الشجرة الأخرى اللي تحمل نعم يبين بشكل أوضح اللونين أحمر مع أصفر، هذا شوية طعمه حامض يكون لكن لذيذ جدا. هنا هذه شجر أخرى لفاكهة الخوخ أو الدراق اللي يسموها، اصطحبنا سواحنا. شو رأيكم هذه الجولة حبايب؟ حلوة. هنا شو عندنا؟ هذه شجرة أخرى التفاح،
داخل التفاح بعد ما مستوي. حشوكم وحدة لا هواية. مشمش. هناك وهذا شو مشمش؟ هنا شجرة مشمش عندنا. اتصلوا بينا حتى نستحقوا بمشاهدة ما في صوف الأشجار فواكه طازجة. صديق هاي كان ما في شجرة أخرى كمثر، لكن كمثر حمر. هنا شجرة الرمان لكن بعد ما حبت وقتها يحتاج بعد يحمجوا. وهذا أيضا كمثرى لكن هذا الكمثرى العادي الأصفر.